عليكم. يوسف بوشعبة قائد أمن رئيس الهيئة الحضارية أكادير المركز. بداية سنة سعيدة للجميع. في إطار الاحتفالات ديال رأس السنة ولاية أمن أكادير وضعت رهن إشارتنا مجموعة ديال الموارد البشرية والإمكانيات المادية واللوجستيكية من أجل تأمين هذه الاحتفالات اللي غتمر كلها تحت مقتضيات الحجر الصحي. هذه المكونات هي راه متنوعة، عبارة عن دوريات راجلة، دوريات راكبة، نقاط ثابتة، نقاط تمركز، كلها كتصب في إطار باش تحترم هذه المقتضيات وما جاءت به من بنود. وعلى رأسها أنه حلول الساعة الثامنة قد يكون واحد الحظر كلي لأي تجوال لأي نشاط كيف ما كان على مستوى القطاع ككل. تم تسخير جميع الإمكانيات البشرية واللوجستيكية هذه المناسبة، كذلك كما لاحظتوا تم إعطاء التعليمات العامة والخاصة لجميع العناصر باش قوموا بالأعمال ديالهم على أصل وجه بالشارع العام. الهدف ديال هذا الشكل هو أولا محاربة الجريمة بجميع الأشكال ديالها، ثانيا فرض احترام المواطن للقوانين الخاصة بالطوارئ لحد من انتشار كوفيد 19. غادي تلاحظوا بالشارع العام كاينه احتفاليه شاملة وكاملة كتهم جميع احياء الشوارع الرئيسية، جميع المدارات الرئيسية، كل شيء غادي يكون مأمن، كل شيء المواطنين يعني غادي يكونوا دائما التجوال ديالهم هذو اللي عندهم الحق ما بعد الثامنة حتى السادسة عندهم الرخصة. راه الإجراءات يعني كنقوموا بها بصفة يعني عادية مسترسلة على طول السنة، وإنما هذا العام كاين استثناء فيما يخص التدابير الوقائية. بالنسبة للجميع كاين عندنا مصالح كتقوم هذه العملية، يعني ممنوع الاحتفال بأي شكل من الأشكال، هذه مسائل قانون واضح في الأمور والتعليمات تعطات يعني الجميع المصالح كله على حسب الاختصاص ديالو باش ما يكون حتى شي احتفال من جميع الجوانب. مقدم رئيس كريمة زهيد العاملة بفرقة المرور بولاية أمن أكادير. كما كتعرفوا أن السنة تعتبر سنة استثنائية نظرا للظروف اللي كتمر بها جميع بلدان العالم لأن هي جائحة كورونا، كذلك بأن بالنسبة للتدابير الأمنية تعتبر سنة استثنائية هذا العام إن شاء الله اللي غتعرف مراقبة جد مشددة ونظرا للحجر الصحي اللي كتمر به مدينة أكادير. ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى ان الامور تدوز بسلاسه وتدوز الامور بسلام وشكرا.